طبعا الشجرة بتبقى الفيسز بتاعتها كتير جدا، فطبيعي ان هي تقفش في الشجرة، لكن الباقي هنلاقيه اخف. ده حتى الشيد رامي النور بتاعه والظل بتاعه مظبوط ومية مية، اهو باين هنا كمان. فيعني الموضوع لطيف. طبعا السما دي كلها تتاكل في ثانية تقريبا. الكورنيشة هنا هو مش داخلة، يعني داخلة في الحيطة، فمش عشان كده مش مسودة تقريبا يعني ان كان. فنقدر بقى نرسم ونطلع الوركشوب بتاعتنا زي الفل. حتى السجادة يعني ما معمول حسابها، يعني السجادة حطيناها، فأنا كنت عاملها رافعها 2 سنتي، فال2 سنتي حتى بقينا هنا. وبرضه احنا بننظر على 800. ف النغباشة دي حاجتين، المين والماكس ديفيجنز اللي احنا قللناهم بتعمل دي، وكمان البيكسلز. يعني لما اظبط البيكسلز واظبط المين بدل من 1 لـ 4 يبقى من 1 لـ 8 او من 4 لـ 8 او كده، هتلاقي التنميلة دي مش موجودة خالص. اي سب ديفيجن على طول في الماكس بنعليها، يعني لما اكون عايز شغل نقي جدا بعليها. طيب يجي هنا سؤال مهم جدا، هو انا هاخد دي من الماكس احطها على الفوتوشوب عشان اكمل البوستر بتاعي بالخلفيه دي واقعد اقطع فيها؟ لا طبعا. امال هعمل ايه؟ هسيفها من غير خلفيه، ودي بقى حته خطيره جدا. يعني ايه هسيفها من غير خلفيه؟ ازاي؟ طب ما كنت الغي الخلفيه من الاول. لا، لو حطيتها بجي بي جي هاي برضه هتطلع بالجراي اللي هو او الاسود اللي هو الخلفيه اللي ايه مش موجوده. امال اعمل ايه؟ انا بدل ما هسيف جي بي جي هسيف بي ان جي. كلمه بي ان جي في الماكس يعني من غير خلفيه، حتى لو الخلفيه دي موجوده طالما هي باك جراوند، يعني ماتيريالايه مرميه على الباك جراوند مش حاجه ثانيه، يعني مش بلين او بوكس واحنا مدين له ماتيريال. ده ساعتها بقى مجسم، ما بقاش خلفيه، ده بقى مجسم مديله لون او مديله ايا كان، مديله شكل شجر، مديله شكل سما، ده بقى مجسم مبنى يعني. لكن طالما دي خلفيه هيطلع الشغل بتاعك من غير خلفيه اصلا ابيض. وابيض مش معناه ان هو لسه هيتقصد، لا، ده انا لما اخده على الفوتوشوب هتلاقي اللي ورا ده اللي هو اللي تشكر اللي هو الباك جراوند الاساسيه بتاعت الفوتوشوب. يعني مفيش اصلا حاجه، مفيش خامه، مفيش اي حاجه هنا اهو. حتى لو كان عندي ازاز مثلا او شباك شايف الخلفيه، يعني شباك مقطوع مكان التلفزيون ده، لو كان شباك واخد ترانسبيرنس او واخد ريفراكشن، هتلاقي ان الازاز ده في يعني جاي في الصوره بتاعتك داخل على الفوتوشوب واخد ترانسبيرنس برضو. فتلاقي ان الازاز ده لما يروح على الفوتوشوب لو حطيت وراه لون احمر هتلاقي الازاز فيه شويه من الحمار اللي وراه ده، لان هو واخد برضو شفافيه وهو مترندر على كده. فحاجه لطيفه جدا 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 بتطلع من الماكس اللي هي بي ان جي. بسيف بي ان جي ازاي؟ بدوس سيف عادي خالص وبقول له بدل اول فورمات بقول له بي ان جي، بي ان جي ايمج، وبقول له مثلا 00 مثلا، وبقول له سيف 24. اهو نزل من غير خلفيه. طالما سيفته على 24 هينزل من غير خلفيه خالص، ولما تحطه على الفوتوشوب هتلاقيه من غير خلفيه خالص.